شكرا جزيلا. أود بادئ ببدء أن أشكركم، ولكن لا يسعني الأخذ الكثير من وقتكم بعد المداخلة الرائعة لزميلي بوريتا وعلى حسن الحفاوة التي حظينا بها وحظت بها الفت مرافق لي. أود أن أشكركم جزيل الشكر وأشكر الشعب المغربي على طيب الحفاوة التي أحيطنا بها منذ حضورنا، وأيضا أشكركم على كل الحفاوة وكل الصداقة التي عيتمها حيالنا. ونود هنا نقول بأن الرئيس جوان رنسو وصاحب الجلالة هما بينا من خلال لقائهما السابقين بأنهما يسعيان لتطوير علاقة في منتهى الإيجابية من فائدة بلدينا. وزيارتنا كما أشرتم أخي بوريتا هي تأكيد لتلك العلاقة القوية والعميقة التي تجمع بلدينا، وتلك العلاقات التي كانت جزءا لا يتجزأ من تاريخنا الحديث. وقد ساعدتم في تحرير بلدنا أنغولا، ونحن ممتنون لكم على ذلك كل الامتنان. نشكركم على كل هذا. واليوم نحن هذه العلاقات الجديدة التي نتجها تسمح لنا بتطوير بلدينا التي في ظل هذه التغيرات وتحولت، فما من بلد يمكن له أن يعيش بمعزل عن باقي الأصدقاء ودون أصدقاء. وهذا في منتهى الأهمية أن نفهم أهمية تطوير هذه الشراكات، خصوصا وسيما في القارة الإفريقية، لأن هذا يستوجب الوحدة، والوحدة هي مصدر القوة، وهذه هي الروح التي تحدو شعب أنغولا لتوثيق هذه العلاقة وهذا التعاون مع المملكة المغربية. نحن سبق أن طورنا في الماضي آليات وأدوات ووسائل لتعزيز وتوطين هذه العلاقة بفضل سلسلة وجملة من المبادرات التي أخذناها لتكون خارطة طريق لهذا التعاون، هذا التعاون الذي توج بعدد من التوقيع على الاتفاقيات، وهذا أمر واقع الآن يسهل التوقيع أكثر من أن نفعل الأشياء، حتى وإن كانت الأدوات القانونية مهمة لترجمة هذه المبادرة في فعل ملموس. وبالتالي فالأمر يتعلق ليس فقط بالدولة المغربية والدولة الأنغولية، بل هذا يهم كل القطاع، كل المنطقة، كل الجهة. ونحن حريصون على العمل مع القطاع الخاص في المغرب للمضي قدما في تنمية وتعزية العلاقة كما قلنا في السابق. وكما قلنا في لحظة سابقة، فجمهورية أنغولا نوعت وعدد اقتصادها، وهذا تنويع نسعى فيه لإحداث أهداف مشتركة جديدة بطرق قانونية وأيضا إجراءات عملية، خصوصا ما يتعلق بالبنية التحتية التي تستلزم من استثمارا هاما.
ولإحداث جو ملائم لحث القطاع الخاص المغربي على الانخراط، وهذا أعتقد بأنه سوف يكون إيجابيا ليس فقط لتعزيز إمكانيات أنغولا التي توفر عليه كبلد، بل أيضا للاستفادة من الموارد التي تستفيد التي توفر على المغرب مثل أو أنغولا مثل المواد الأولى وما شابه. وبفضل موقعنا أيضا، لأن أنغولا هي في منطقة تقع بين أفريقيا الوسطى وأفريقيا الاستوائية، وبالتالي فإن المغرب بالنسبة له من الدول الإفريقية الأكثر تميزا، ولديكم موارد طبيعية مهمة جدا، وأنغولا تريد بطبيعة الحال أن تعولم مقاولاتها من خلال الاستفادة من مواردنا، ومن ثم فنحن نعمل اليوم هنا من أجل، ونحن لدينا 400,000 مستهلك لمواد هي يتم تصديرها مع منطقة أفريقيا الوسطى وباتصال مع أنغولا، ومع ونحن لدينا حوالي 500 مليون مستهلك في هذه المنطقة، منطقة أفريقيا، ونحن إذن في وضع متميز، ونحن ندعو المقاولين المغاربة لتطوير المساهمة في تطوير مستمر لأنغولا ولترجمة هذه العلاقة التي نريدها، نريد أن نغطيها بين مؤسستنا على مستوى المغرب وبين الدبلوماسيين، فهذا مهم لأن العلاقة بين الدولتين ليست مسألة دبلوماسية فقط أو سياسية فقط، بل هي أيضا أواصر بين شعبين ينبغي أن يترجموا آمالهم في الأعمال الملموسة. ومن ثم فإننا نحن نود أن نشكركم مجددا على هذه المبادرة من أجل إفريقيا، وأيضا علينا أن نذكر بتلك القوة التي ينبغي أن تحدو ميزتنا التنافسية للدفاع عن مصالح إفريقيا في عالم ما فتئش تحولا مستمرا، ونحن نود أن نتيح للقارة الإفريقية أن ترى توسعا في قدراته وكفاءاته وإمكاناته، لأن الإمكانيات في إفريقيا هي مهمة، ونحن سوف نستفيد أيضا وسوف نستفيد من تجربة وخبرة المغرب قدرة على تطوير البلد، وهكذا نأمل نحن أن نكمل بعضنا البعض بفضل ميزات كل طرف منا، وهكذا نحن هكذا نرى تنميتنا وتطورنا. فمن المهم بمكان أن يكون لدينا أيضا تعاطي مع القطاع المالي والسياحي وقطاع التربية والتعليم يكتسي أهمية قصوى، لأنه دون جودة في العنصر البشري لا نتأثر على تطوير بلدنا، وهذا هو ما يميز علاقتنا في إفريقيا. علينا أن نتيح تعليم شبابنا ليتمكنوا من التغلب على التحديات، وهذا يعبر بالتأكيد من خلال التربية، وهذه فرصة لا ينبغي لنا أن تفوتنا، وقد أبرمنا اتفاقا مع النادي الدبلوماسي، وبفضل هذا التعاون نأمل أن نتمكن من الاستفادة من هذه المبادرات مع الدبلوماسية المغربية التي هي التي لديها تزخر بتجربة كبيرة وتتملك كل قطاعها وكل ملفاتها، وهي جيدة في المفاوضات التجارية أو أي حتى في موضوعات ذات تعقيد كبير، ونحن نعرف بأن تقاسم تجاربنا معكم لن يكون إلا مفيدا ومثمرا. فبمنغولا طورنا قدرة على التعاطي مع بعض الإشكاليات
في محيطنا، فكانت هناك توترات وإشكاليات، ولا يمكن نعيش في سلام إلا إذا ما عاش الآخر ليلا في سلام. وأنغولا ينبغي أن تفهم معنى التضامن وأن ننفتح على بعضنا البعض، وإذا كان هناك بلد في صعوبة علينا نمده اليد، وهكذا نرى عملنا ونرى إسهامنا من أجل هذه القارة الإفريقية. شكرا لكم سيدي الوزير على دعوتنا، وشكرا لكم على إتاحة الفرصة لنا بأن نأخذ الكلمة أمام الصحافة. وقد عقدنا لقاء مثمرا وثريا هنا، ونحن كلنا متوثبون إلى أن نرى ما سوف يقال هنا، ولكن ما من مفاجأة هنا، فهذه فقط فرصة رائعة أتيحت لنا واغتنمناها بسرور. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.